الكنديه تتنقل سريعه في وسط الملعب، الله منقوله بشكل حلو قوي ومعدي بيها طارق فوزي، طارق حاططها حلوه وجول جول جول، اول جول للنادي الاهلي، تحرك جميل، وادي اهو الساحر بيعلن عن اول الاهداف عفيفي للنادي الاهلي. انما كانت هجمه اتبنت من نص الملعب حلو قوي، اتحرك كويس قوي طارق فوزي وراح له خد مكان كويس يوسف، ادي بص الحركه واتعملت العرضيه وعلى طول بيحطها في سقف الشبكه. انما بص جميله اتنقلت ازاي وحلوه منقوله من سيف ايمن من اليمين، ادي سيف اهو، سيف يا ولد حاططها، يا سلام، ده الجول الثالث. بيقطع الكره انما تتخطف مخطوفه بشكل كويس جدا وانطلاقه، انما كان محتاج بقى يدور على اللي جاي اهي، لحقها رقم 14 للاهلي طارق فوزي اللي بدا الهجمه اللي فاتت، ويا سلام، الله الله الله، ايه ده، بقول لسه تحرك حلو قوي، بيدخل كريستيانو يا ولد يا محمد يا رأفت، محمد رأفت عبد العظيم، وبص رايح لبيبو بيهنيه. على فكره محمد رأفت عبد العظيم ده يا ولادنا كان باباه موجود في فرنسا وهو لسه عنده 7 سنين ودخل باريس سان جيرمان، يعني احنا عندنا لاعب دولي من السن ده. الله يا كريستيانو، كريستيانو بص استقبال، الله بص لف بجسمه وسطه حلو قوي التحرك ده، اساس الاهلي. نشوف بقى الهدف الثالث هيكون من نصيب ولادنا، وهوبا جول جول جول، فرحة بالهدف ده مارادونا، مارادونا رايح لبيبو فرحان بيه، مارادونا هو اللي سجل الهدف، مارادونا بيسجل للنادي الاهلي، وادي اهو اولياء الامور اللي موجودين معانا بيشجعوا مرة تانية، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ايه ده ايه ده، لا مهارة حلوة، حط كده جسمه كأنه رايح يحطها على شمال الحارس وراح راكنها له هناك على يمينه، هدف جميل في مهارة ملعوب، لا مارادونا، مارادونا مفيش كلام حاطط